البوادر الطيبة، وهذه علامة من علامات النصر. هذا الارتباك الذي يحدث ما بين هذا التحالف، بدأوا يتبادلون الاتهامات، وبدأت الدول المحايدة تتخذ تصريحات وقرارات صائبة تصب في مصلحة سلامة وأمن هذا الوطن. نعم، أعلن محمود جبريل صاحب الرئيس الفرنسي، محمود صاحب الرئيس الفرنسي اللي يعطيها أمير قطر طائرة خاصة، يلا محمود يلا هاي سلا آخر عمرك ختمتها مسك إن شاء الله، إن إعادة إنتاج النفط في ليبيا لن يتم قبل سنوات. أيوة لن يتم قبل سنوات. هذا تمهيد لسرقة الأموال المجمدة، فالنيتو يريد الأموال التي دفعها في هذه الحرب. والله ما تشوفوا منها صول دي يبيها النيتو والدول الأمريكي، الأمريكا والدول الثانية. حذر وزير الدفاع الهولندي أعضاء حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء من طول أمد العملية الليبية، وتوقع احتدام الجدل داخل الحلف، مش توقع هو احتدم الجدل داخل الحلف بشأن مستقبل حملته العسكرية إذا لم تنتهي بنهاية سبتمبر. أين سبتمبر؟ هي حتنتهي قبل سبتمبر واجد، قبل سبتمبر بواجدة. ووصف الوزير هانز هيلين أعضاء الحلف الذين اعتقدوا أن القصف الجوي سيجبر الزعيم الليبي على التنحي بأنهم ساذجون. الله والله يسلم فمك هذا الوزير هانز هيلين. وقال أن الحل السياسي ضروري. نعم، الأمر الذي يسلط الضوء على الانقسامات العميقة داخل الحلف بشأن حملة الضربات الجوية التي بدأت في مارس وابريل ومايو يونيو 4 شهور. واضاف اذا لم تنتهي ينتهي الامر بحلول هذا الوقت اعتقد ان الجدل سيتصاعد ويتصاعد. لماذا لم ننهي هذا الامر الان؟ يتساءل لماذا لم ننهي هذا الامر الان؟ وهذا حق يتساءل به كثير من الناس العقلاء والمحللين السياسيين، لماذا لم ينتهي هذا الامر الان؟ وما هي المشكله بالتحديد؟ مش عارفين الناس المحللين، مش عارفين شنو المشكلة بالتحديد. هل في حد قال لكم ليش نضربه؟ حماية المدني، حماية المدني، حماية المدنيين. ولماذا يقول كل شخص أمهلونا 3 أسابيع إضافية؟ شورهم يتقزوا، عرفتوا شور يقولوا نقول أنا ونقول أنا من يفسر لي هالحلامة. هم يقول لك إيه نعطوها 3 أسابيع كان صار أوين أمجي، ما صارش نقوله 3 شهور، ما صارش نقوله، وهو ما يصيرش ولن يسير ولن ولن ولن. ثم في نوفمبر يقولون حسنا شهران أخران في نوفمبر. هذا تمديد للمهمة. وقال هيلين أن مهمة الحلف الأطلسي يجب أن تكون مقتصرة على تفويض الأمم المتحدة بحماية المدنيين، وأضاف إذا تحول ذلك إلى طرد دكتور فالسؤال هو ماذا كان ينبغي للحلف الأطلسي أن يقبلوا ذلك كمهمة جديدة. واعتبر أن بعض حلفاء أخطأوا في تقييم المهمة بحجمها الصحيح، وقال ليبيا بلد كبير جدا في الحقيقة، من أعتقد أنه مجرد إسقاط بعض القنابل لن يساعد هذا الناس فقط، وإنما سيقنع القذافي أيضا بالتنحي أو تغيير سياسته. كانوا ساذجين إلى حد ما. ليبيا كبيرة جدا وكل الأهداف العسكرية كبيرة جدا، الحل يجب أن يكون سياسيا، والقوة العسكرية تساعد فقط في تحتيل ذلك. والسؤال هو ألا أي مدى سنواصل على الجانب العسكري إذا كان الجانب السياسي لا يتحرك؟ كلام مزبوط. هناك في الفن الدبلوماسية، الدبلوماسية هي انتهاء الدبلوماسية بداية الحرب، ولكن هنا شندروا بيقلبوا النظرية السياسية المعترف بها انتهاء الدبلوماسية بداية حرب، وحتى مع الدبلوماسية مع الحرب في هذوما شندروا داروا حرب وما درش دبلوماسية، ولا وقفوا مع كذا ولا مشوا في خطوط متوازية، كأنهم معتقدين أننا سنسقط أو إرادتنا، وبكرة إن شاء الله حتشوفوا إرادة الشعب الليبي شن شكلها بكرة. هذوما اللي هيجوكم أكيد كلهم عيالهم مسكينهم حاطينهم في معسكر كرهاين أو من دار، مع احترامي لدار اليتامى، اليتامى والعجز. نقول حاجة على فكرة، كلمني راجل أثق فيه وقال جزء من الفرش من له أم أو أب في دار العجزة
وهذا الابن أو حي يعني مش ميتين أن يأخذ أمه أو أبوه إلى بيته. ونقول للسيدات زوجات الرجال هذه أزمة وفرجها إن شاء الله ربي يفرج علينا. جيب بو أمك أو بو بوك أو اللي حاطهم في دار العجزة وخليهم ينعموا بالأمن والأمان معاك، وفي هذا فرج كبير إن شاء الله. نعم. أعلن المنشف الانتقامي أنه يعتزم مراجعة جميع العقود النفطية بما في ذلك عقود النفط المريحة المربحة. مش عارف شنو بناء، مش عارف أين عقود، من أنتم؟ أنا دايم. وقال محمود شمام قال محمود شمام مسؤول الإعلام بالمنشف الانتقامي للصحفيين في باريس، هذا هما ثوار الناتو، هذه نظرية جديدة ثوار الناتو حتقعد في التاريخ الكلمة هذه. فيما يتعلق بالمستقبل فإن العقود التي وافقت عليها ليبيا ستخضع للمراجعة، وسنعطي الأولوية للشركات التي وقفت إلى جانبنا. أين شركات؟ إيني هذه داخلة في المؤامرة معكم من زمان. لن نساوي بين من ساعدونا وبين من وقفوا يتفرجون، هذه رسالة واضحة إلى هؤلاء الذين لا يدعموننا ولا يعترفون بنا. يعني عمك شمام الآن قعد من لله يا كريم تالله من القطريين في المكتب العسكري إلى هو يراجع في عقود النفط. يا ثور الناقة، يا جبر الناقة. نشرت صحيفة الواشنطن بوست استطلاع جديد للرأي من فرجينيا يظهر أن أغلبية الشعب الأمريكي تريد عودة القوات الأمريكية من أفغانستان وليبيا. نعم. من أفغانستان وليبيا. لكن الغريب في الأمر أن نسبة الأمريكيين الذين يريدون انسحاب القوات الأمريكية من ليبيا يفوق أولئك الذين يريدون انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. شوف حرب أفغانستية وشرسة اللي يبوا من ليبيا أكثر من أفغانستان، وهذا ما أظهره استطلاع جامعة كينيباك الذي نشر الخميس، والذي أظهر أن 55% أن الولايات المتحدة يعتقدون أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون في أفغانستان الآن. وأما عن الذين يعارضون دور الولايات المتحدة في ليبيا فهو يفوق 60%. نعم، إذن معارضة كبيرة من أبناء الشعب الأمريكي، كما تشهد بريطانيا أيضا معارضة كبيرة لهذه الحرب، لأن تكاليف هذه الحرب من دافعي الضرائب البريطانيين. فضلا عن ذلك فإن تكاليف هذه الحرب بالنسبة لأمريكا وقبلها عدة حروب كلفتهم مبالغ كبيرة جدا، مما أثرت على اقتصادهم، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم. حروب أمريكا فاقت قيمتها 3,700,000,000,000 دولار. نتابع نعم. هذا التقرير الذي يظهر حجم هذه الخسارة الكبيرة. لم يأتي من وراء الحروب إلا الخسائر البشرية والمادية. معهد واتسون للدراسات الدولية التابع لجامعة براون الأمريكية أعد تقريرا جديدا حول تكاليف الحروب الأمريكية، وذكر أن إجمالي التكلفة هو 3,700,000,000,000 دولار على أقل تقدير، ومن الممكن أن تصل إلى 4,400,000,000,000 دولار. في السنوات العشر الماضية، أي بعد دخول القوات الأمريكية إلى أفغانستان للقضاء على زعماء تنظيم القاعدة، بلغ إنفاق الولايات المتحدة ما بين 2,300,000,000,000 و2,700,000,000 دولار. التقرير أشار إلى أن هذه الأرقام ستظل في ارتفاع، فهناك قضايا أخرى يتم الإنفاق عليها مثل الالتزام على المدى الطويل بالجرحى، إضافة إلى الإنفاق الحربي. هذا عن التكاليف المادية، لكن ماذا عن الخسائر البشرية؟ فبحسب التقرير فقد لقي ما بين 422,000 و852,000 حتفهم مباشرة من جراء الحروب، منهم 521,000 مدني في العراق. أعداد أخرى لقيت حتفها نتيجة الافتقار لمياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والتغذية،
كما أصيب 563 ألف شخص وأصبح 7,800,000 شخص بلا مأوى. وجدنا ثلاثة أشياء رئيسية، وهي أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في هذه الحرب أعلى بكثير، وكانت هناك العديد من الوفيات بين العسكريين والمدنيين لم تحتسب بشكل مضبوط أو معترف بها. أما التكاليف المالية فهي أيضا أعلى بكثير مما يدرك الناس. التقرير يتوقع المسار الأصعب للميزانية الاتحادية الأمريكية التي تعاني أصلا من ضغط بسبب ارتفاع أعمار سكانها والتكلفة الباهظة للرعاية الصحية. ويبقى الاقتصاد هو التحدي الأكبر بعد هذا الانفاق الكبير، ولا يزال الأمريكيون يتساءلون هل كانت هذه الحروب تستحق كل هذه التكلفة؟